مجتمع جميل السعودية، تنمية واهتمام وسعي نحو مستقبل أفضل. قدمت هذه المؤسسة المجتمعية عملاً دؤوباً وضخماً منذ تأسست عام 2010، واستطاعت خلال هذه الأعوام أن تضع بصمة كبيرة في تقديم خدماتها الجليلة في المسؤولية المجتمعية في السعودية. قدمت مبادرات باب رزق جميل المختلفة مساهمة كبيرة في توفير فرص عمل وتوفير الدعم والتمكين للشباب. في 2021 ساعدت في حصول أكثر من 14,000 فرصة عمل، وتمكنت شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر من تقديم قروض للشباب والشابات تجاوزت 85 مليون ريال، استفاد منها 1607 من رواد الأعمال لإيصالهم لأهدافهم ودعم التنمية الاقتصادية، فيما قدمت باب رزق جميل للخدمات عبر التطبيقات السحابية دعمها ل 95 شركة ناشئة. ومن أجل دعم المرأة السعودية والأخذ بيد السعوديات، قامت أكاديمية نفيسة شمس للفنون والحرف بتدريب وتأهيل 1112 سعودية ببرامج متخصصة في ريادة الأعمال والتدريب الحرفي، لتنطلق أيضاً في العام الماضي مسابقة MIT للشركات الناشئة للترويج لبيئة ريادة الأعمال التي تقدم لها 2600 مشروع من السعودية والعالم العربي من 20 دولة، ليستقبل مجتمع جميل هذا العام بكثير من التفاؤل والثقة بعطاء أكبر. سامي جميل، MBC، جدة.